السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا شيخ الرئيس تم اقتراح نقترحه، وإذا كان سمح الزملاء وسمحت أنت، بمناسبة إحراز العداء التونسية حبيب الغريبي بالميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، وهي أنبل التظاهرات الرياضية، إذا كان سمحوا الأخوة النواب وأنت، يتوجه المجلس التأسيسي برقية تهنية للمرأة هذه اللي رفعت راية تونس، وندخل توا